خدمة تونس في خدمة التوانسة. رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يتحدث مجددا عن الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدا استمراره في مهامه على رأس الحكومة وفريقه الوزاري لمجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. احنا كان من الممكن نظريا أنه نرمي المنديل ونكتفي بالقول الله غالب، ولكن هذه ما كانتش فلسفتنا وما كانتش رؤيتنا للعمل السياسي، ولأنه تحملنا المسؤولية. هذا ما كانش ممكن في حين أنه بلادنا قاعدة تتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وأي تغيير سياسي يبشي يؤدي بشكل يعني واضح إلى قطع المفاوضات هذه وتأجيلها. رسائل جديدة بين أسطر حديث الشاهد موجهة للائتلاف الحاكم، لا سيما بعد مطالبة النهضة رئيس الحكومة بالتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة والرد على رسالة مساءلة وجهت له من حركة النداء وفق متابعي الشأن الداخلي. تأكيده على أنه مواصل في مساره الحالي، أي رفض كل ما يأتي عن طريق نداء تونس ورفض كل الحلول المقترحة لإنهاء الأزمة السياسية الحالية والتمسك بالمنصب. كذلك كانت هناك رسالة لحركة النهضة وهي أنه لم يتحدث عن الالتزام بعدم الترشح لـ 2019 أو عكس ذلك، وإنما تجاهل هذه النقطة. وفي خضم المستجدات المتسارعة تتواصل اجتماعات قيادة حركة نداء تونس للبحث في مصير يوسف الشاهد أحد كوادر الحركة والمهدد بالطرد من صفوفها لتبقى كل الاحتمالات واردة. يوسف الشاهد في المرحلة الأخيرة أعلن بكل وضوح عن يعني محاولاته أو يعني نيته أن يخرج عن الخط السياسي لحركة نداء تونس، وبالتالي من حق يعني هذا الحزب أن يتخذ فيه قرارا كما يريد هو. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي طالب الشاهد قبل شهرين بالاستقالة أو التوجه للبرلمان لتجديد الثقة بحكومته في حال استمرت الأزمة السياسية بالبلاد، فيما اتهمته نداء تونس واتحاد الشغل وتيارات سياسية أخرى بالفشل في مجابهة التحديات الاقتصادية داعية لتغيير وزاري عميق. على وقع تصريحات رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بشأن مصير حكومته تتواصل حالة الشد والجذب في الأوساط السياسية التونسية، فيما تواصل الهيئة السياسية لحركة نداء تونس اجتماعاتها لتحديد مصير يوسف الشاهد في صفوف الحركة لتبقى بذلك كل الخيارات متاحة. ياسر دبابش، الغد، تونس.